ماما ماتت وجده مات الله يرحمه. ماتت. تعود بسلامتك يوسف. أنا بدي أتأكد من سبب موت هذا. وإجا مين ياخد بتارة؟ بدي تأجل الدفن شوي. شو؟ بدك تأجل الدفن؟ ليش؟ أكيد أنت بتعرف ليش. أنا بعتبر أنه أمي ماتت مقتولة. مين برأيك عمتي؟ مين قاله طار مع أمي؟ لازم أحكيكي أو بنفجر. الجزء الثاني من ما فيه. ياسما مصرة على تشريح جثة الماما. يومياً ما عدا الخميس والسبت بعد الأخبار على الـ MTV.